الزمالك ايه؟ من سيكون رئيس نادي الزمالك؟ النهارده بالتحالف اللي حصل ما بين الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين لبيب، واللي صدر من خلالها من خلالهما بوست موحد بنفس الكلام بنفس المضمون بنفس النص، تقدر تقول ان يعني انتخابات الزمالك يبدو المشهد محسوما، خاصه ان عوده مرتضى منصور حتى الان لا زالت محفوفه بالشكوك. هو عمل يعني زي ما بيقولوا اجراءات اونلاين كده، لكن حتى الان هل هيقدم بكره ولا مش هيقدم؟ فاذا لم يقدم مرتضى منصور، لا هو مرتضى منصور قدم ان هو يدخل الانتخابات الجايه لسه بكره اخر يوم، هو عاده بيقدم هو والقائمه بتاعته اخر يوم، لكن المفاجاه النهارده في شقين. الشق الاولاني تحالف الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين لبيب، واصبح كلاهما في جبهه واحده، ما معناه ان الكابتن حسين لبيب هيبقى رئيس، والكلام اللي جاي ان الكابتن احمد سليمان يبقى عضو في وجود هشام نصر نائب رئيس وحسام المندوه امين صندوق، ثم باقي القائمه تكتمل. لكن المنافسه القويه هتكون هاني العتال. هاني العتال سبق وان قدم اوراق اعتماده وفاز بمنصب النائب في ظل يعني سيطره كامله من مرتضى منصور على الانتخابات. قدر هاني العتال ياخد منصب النائب، فبالتالي فكره النهارده هاني العتال مش موجود، فاصبح الناس كلها بتتساءل هل يستطيع هاني العتال تكرار التجربه، خصوصا ان هو لا زال او مستمر في الثمان سنين اللي فاتت على تواصل مع جميع اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك، عارف الداتا بيس كلها زي ما بيقولوا او قاعده البنات كلها موجوده معاه. فدي المعركه التي المنتظره حاليا اذا لم يحسم مرتضى منصور موقفه من الانتخابات غدا. برضه احمد مرتضى منصور قال ان هو هيخوض الانتخابات، فبكره هنشوف هيقدم اوراق ترشيحه ولا هيتراجع ويعتزل. فبكره اخر يوم هيبان انه اي حد من عيله منصور يعني هيرشح نفسه ولا لا. المفاجاه الاخرى اللي هو علاء مخلد قدم النهارده اوراق ترشحه، وهو الوحيد من مجلس مرتضى منصور الذي قدم اوراق ترشحه على منصب في الاجتماع الانتخابات اللي جايه، قدم على منصب العضويه، وكان في يعني كلاش كده حصل ما بين اللي هو علاء مخلد واللجنه المسؤوله عن تلقى الترشيحات، عشان هو قدم اوراقه وقدم صوره لمؤهله ما قدمش الاصل، فالراجل قال لهم ازاي، وحصلت قصه كبيره جدا. لكن لما سئل علاء مخلد عن كشف حساب المجلس السابق كان رده مفاجئا وصادما، قال ما حدش يكلمني عن المجلس السابق، انا لست مسؤولا عما كان يحدث. يا نهار ابيض، ليه هو المجلس ما كانش بياخد قرارات؟ هو مرتضى منصور كان بياخد القرارات لوحده؟ يعني دي وجهة نظر.